معاناة أهالي كفريا والفوعة المحاصرين دفعت الأهل والأحبة لتقديم مساعدة لهم، ومنها تجمع إنماء الذي يضم شباب سوري ومغتربين ومتطوعين. أطلقوا حملة دفء لإيصال الملابس الشتوية إلى أهالي البلدتين بعد أن تم تحضير الملابس في مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي لإرسالها إلى دمشق ومنها إلى كفريا والفوعة. تجمع إنماء هو تجمع شباب من كل المحافظات السورية وبعض المغتربين من دول العالم. قام هذا التجمع من 15 يوم بفتح حملة سميت حملة دفء لإيصال ملابس لأهلنا المحاصرين بالفوعة والكفريا. وحاليا يتم تجهيز حملة دفء ملابس لأهلنا بالفوعة والكفريا لإيصالها إن شاء الله لأهلنا المحاصرين. تم شراء هذه الألبسة، وها هنا الخلية نحل من الأخوة الشباب يجهزون هذه الألبسة من أجل إسقاطها عبر الطائرات بمساعدة الحكومة السورية، وإن شاء الله سوف يتم تجهيزها اليوم وسوف يتم إرسالها إلى دمشق من أجل إرسالها في الطائرات إن شاء الله من أجل أهلنا في الفوعة وكفريا. المتطوعون والأهالي الذين يقومون بتجهيز الملابس وتحضيرها أكدوا أن ما يقدم شيء بسيط، وخاصة أنه مرت عليهم هذه الظروف من الحصار والألم ويعلمون حجم المعاناة والمأساة، متمنين أن يفك الحصار عن الفوعة وكفريا بأقرب فرصة. هذا أقل شيء بنقدر نقدم لهم إياه بظل هذا الحصار الجائر المفروض عليهم، والآن يتم عملية تطريد البضاعة وتأكيسها بشكل نهائي وشحنها بالطرود إلى مدينة دمشق. نحن طبعا هون علينا من الحصار كثير وهالأمور هيدي، وصرنا نتضايق منها كثير ونحس بهالأمور. قد ما فينا رح نحاول نبعث لهم إياها بهالطريقة المناسبة والجميلة، هي أقل شيء بنقدر نقدم لهم إياه بهيك أيام وهيك أوضاع صعبة عم يعيشوها. هني نحن عشناها قبلهم وحسينا بالظلم والقهر، هذا اللي فينا نقدم إياه بالوقت الحالي، ونتمنى لهم ينفك حصارهم بأقرب وقت ويكونوا بخير وسلامة. القائمون على الحملة رغم بساطتها أرادوا منها توجيه رسالة للعالم عن قوة وعظمة السوريين ومحبتهم لبعضهم وثقتهم الكبيرة بجيشهم لفك الحصار عن أهالي البلدتين الذين هم في القلب والوجدان. للإخبارية السورية مصطفى كوسى، نبل والزهراء.